أكد البنك الدولي في تقرير له أن مصر تعد من أكبر البلدان التي لديها برنامج للمناطق الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أضاف البنك أن مصر حققت نجاحاً كبيراً في اكتذاب الاستثمارات، وأن هناك مناطق صناعية في مصر يجري إنشاؤها على نحو متزايد بعيداً عن المدن السكنية. وأشار التقرير الخاص بالبنك إلى أن هناك 12 منطقة من تلك التي أنشئت منذ منتصف التسعينيات تقع على بعد أكثر من 100 كيلومتر من المدن التي يقطنها 200 ألف نسمة أو أكثر، وهو ما يشير إلى اتجاه الحكومة إلى استخدام الأراضي الصحراوية لإنشاء المناطق الصناعية.